إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أهم الجوانب حياة المسنين ومميزاتها. قد تمدد فترة الشيخوخة عشرات السنين، ولذلك أثر في حياة الفرد ومن حوله ومن معارفه وأصدقائه إلى آخره. طبعا يعاني المسن من ضعف جسمي عام في الإحساس والعضلات والعظام والنشاط الجسمي الداخلي، أيضا أمراض هضمية وبولية ودموية وجلدية، وضعف عام في النظر أيضا، وبدأ ظهور الترهلات الجسمية في العضلات والوجه بشكل عام، وأيضا أعراض الشيخوخة هذا طبعا تظهر في كل إنسان موجود معمر. أيضا نضوج علمي ويعني وقزارة ويعني وثراء في الجانب الفكري، إذا كان يعني الدماغ حالته يعني حالة يعني متميزة، حيث أن يعني أكبر العلماء إنتاجهم الفكري في هذه المرحلة ما بعد 60 يكون لدى المسن يعني يكون فيه ثراء شخصي بالخبرة الذاتية مع الآخرين، يعني أيضا بعد حيث أنه يعني يفهم الحياة فهما واقعيا ويدرك الحياة يعني إدراك واقعي بعيد عن الخيال بواقعية علمية وهندسية وحيوية وحياتية بشكل عام. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.